بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. المنهج الجديد للصف الخامس الدراسات الاجتماعية الترم الأول 2023، وزي ما احنا شايفين مصر تحت العدسة المكبرة، يعني عايزين نعرف مصر فين بالظبط على خريطة العالم، موقع مصر. وعلشان نحدد موقع مصر هيكون عندنا كذا اتجاه وكذا طريقة. عايزين نعرف مثلا مصر تقع فين اصلا. احنا كنا خدنا واحنا في سنة رابعة ان مصر بتقع في شمال افريقيا، او كمان بالظبط الشمال الشرقي لقارة افريقيا. فمصر الحمراء دي تمام، ودي كلها افريقيا، فطبعا هي واقعة في الجنب الشمال، وكمان مش الشمال بس اللي هو فوق، لا والشرقي كمان، يبقى بنقول عليها ايه؟ شمال شرق افريقيا. يبقى ده بالنسبة لموقع مصر تقع فين؟ شمال شرق افريقيا. ده بنسميه الموقع الجغرافي. بنسميه ايه؟ الموقع الجغرافي. ليه؟ الموقع الجغرافي ده بنعرف بيه مصر من ناحية مين جنبها ومين فوقيها ومين تحتيها، يعني من ناحية اليابس والماء. فطبعا الماء فوق اهو البحر المتوسط شمالا والبحر الاحمر شرقا، وليبيا اهو غربا، وطبعا تحتها هنا مين جنوبا؟ السودان. ده بقى الموقع الجغرافي لمصر. تمام؟ لو جينا على من ناحية توضيح اكتر للخريطة هنبص نشوف. فعلى سبيل المثال لو بصينا هنا هنلاقي ادي افريقيا كلها اهي، الجزء اللي احنا عملنا عليه دايرة دي، وادي مصر هنا النقطة دي. فهي بالنسبة لافريقيا فين؟ شمالا، ومش شمالا بس، شمال شرق زي ما احنا ايه حددنا. ده موقع مصر في قارة افريقيا وبين قارات العالم. طيب نيجي بقى، هو هنا بقى بيتكلم عن ايه؟ عن خطوط الطول ودوائر العرض. ده الشكل اللي بيوضح لي خطوط الطول اللي هي من الشمال الى الجنوب. طب ودوائر العرض دي اللي هي من الشرق الى الغرب. تعالوا نشوف بالظبط وبصورة اوضح احنا عايزين ايه من الدرس بتاعنا. عاوزين نوصل للموقع الجغرافي لمصر والموقع الفلكي لمصر. علشان احدد الموقع الجغرافي لمصر يبقى كده هقول لي فين اليابس وفين الماء، يعني اقول البحور واقول البلاد اللي حواليها. اما لو هحدد الموقع الفلكي ده بقى بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طب يعني ايه خطوط الطول ودوائر العرض؟ تعالوا نفهم اكتر. تعالوا بقى نلخص الكلام اللي احنا قلناه، ان الموقع الجغرافي لمصر هو موقع مصر بالنسبة لليابس والماء. وطبعا تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة افريقيا زي ما وضحنا على الخريطة بالظبط. ادي مصر اهو، وان كانت دي كلها افريقيا هي شمالا اهو، ومش شمالا في النص مثلا ولا غربا، لا شمالا شرقا زي ما احنا محددين كده. طيب في نفس الوقت بقى تطل مصر على بحرين من اهم بحار العالم. ادي عندنا فوق اهو البحر الابيض المتوسط، وهنا كده مين؟ البحر الاحمر. تمام، حلو خالص. ادي الخريطة بتوضيح اكتر، ادي البحر الاحمر اهو تمام، وادي البحر المتوسط فوق. تمام، طيب زي ما احنا حددناهم. نيجي بقى هنا بقى، تعد مصر ملتقى قارات العالم القديم. هما كام قارة العالم القديم؟ طبعا اسيا وافريقيا واوروبا زي ما احنا عارفين. ادي مصر اهو، ادي رابطه بين افريقيا هنا ورابطه بين اسيا هنا ورابطه بين اوروبا فوق. يبقى مصر ملتقى قارات العالم الايه؟ القديم. طيب ايه بقى اللي ده يفيد في ايه اللي انت بتقوله ده كله؟ ده يفيد ان موقع مصر المتميز ده اللي هو الموقع الجغرافي على يفيد على سهولة اتصالها بدول العالم تجاريا وحضاريا عبر التاريخ، بخاصة بعد افتتاح قناة السويس للملاحة. اقدر اتصل بافريقيا واقدر اتصل باسيا واقدر اتصل باوروبا من خلال مصر. يبقى مصر هي محور اتصال دول العالم او قارات العالم القديم. اللي عايز اعرفه عن مصر بقى ان تبلغ مساحتها مليون كيلو متر مربع. مليون كيلو متر مربع. تعالوا نشوف بعض الاسئلة على طبعا هنا نفس الكلام اللي احنا قلناه بالنسبة للتوضيح بتاع قناة السويس. اهي هي اللي وصلتني هنا اهو،
اهو علشان ادخل على البحر الابيض المتوسط برضو من خلال المجرى. الكلام ده كله خدناه في ايه؟ في رابعه. طيب ماشي، تعالوا بقى على شويه اسئله هنشوف اجابتها هتبقى ازاي. تبلغ مساحه مصر نحو كام؟ احنا لسه قايلين مليون كيلو متر مربع. طب تقع مصر شمال قاره ايه؟ شمال شرق قاره ايه؟ طبعا شمال شرق قاره افريقيا. طب تعد قاره كذا؟ احدى قارات العالم القديم. براحتك هات لي اي واحده من الثلاثه بقى، افريقيا اسيا اوروبا، ولكن احنا عايزين افريقيا بالاخص علشان هي اللي فيها ايه اكبر جزء من مين؟ من مصر. طيب سين اتنين، بما تفسر لموقع مصر الجغرافي اهميه كبيره، ما هي اهميه الموقع الجغرافي لمصر؟ اهميه الموقع الجغرافي لمصر انه ساعد على سهوله اتصالها بدول العالم تجاريا وحضاريا عبر التاريخ. طب ما العلاقه بين قناه السويس واهميه موقع مصر؟ هنقول له ازدياد طرق التواصل بين مصر ودول العالم لازدهار التجاره والاتصال الحضاري. تمام؟ طيب الموقع الفلكي بقى، الموقع الفلكي هو بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. تعالوا نفهم ايه موضوع خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول اللي هي بتمسك الكرة الأرضية شمالا وجنوبا، ودوائر العرض اللي هي شرقا وغربا. طب احنا بنعمل ليه خطوط طول وبنعمل ليه دوائر عرض؟ خطوط الطول ودوائر العرض بنعملها علشان نحدد الأماكن على الكرة الأرضية. فعلى سبيل المثال لما نيجي نشوف مثلا هنا اهو خطوط الطول بتاخد الشكل ده، الشكل ده بالظبط، من شمالا القطب الشمالي للقطب الجنوبي. طبعا هي قال لي ايه؟ هي انصاف دوائر وهميه تبدا من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. يعني ايه انصاف دوائر؟ يعني بقى الدايره مش مكتمل، انت لو بصيت وجيت تكمل الدايره كده هتلاقيه مكتمل في الجنب الثاني من الكره الارضيه، وده مش ظاهر عندي، يبقى هي انصاف دوائر. تمام؟ طيب حلو قوي، تبدا منين؟ القطب الشمالي فوق اهو، وتنتهي فين؟ في القطب الجنوبي. تمام؟ ادي مثلا الكره الارضيه قدامنا، لما اجي احط عليها خطوط الطول ودوائر العرض بالشكل ده اهو، ايه اللي وضح عندي؟ وضحت عندي مربعات كتيره جدا. لو ان مثلا مصر تقع في المربع ده كده، هعد انا بقى كام خط فوق؟ 1 2 3 4 5 مش عارف ايه، وكم خط تحت؟ 1 2 3 4 5 6 10، وكم خط عرض وكم خط طول؟ يبقى كده عرفت موقع مصر بالظبط كم خط فوقيها وكم خط تحتيها وكم خط شرقها وكم خط غربها. كده بدأت اعرف احدد المواقع من خلال خطوط الطول ودوائر العرض. تمام؟ طيب تعالوا نمسك خطوط الطول اللي احنا شغالين عليها. ببدأ من القطب الشمالي فوق اهو من عند السهم هنا، وطبعا هنتهي فين؟ عند القطب الجنوبي تحت هنا اهو. وابدأ بقى اعمل ايه؟ اقسم الخطوط دي بخط واحد ظاهر بسميه خط الطول الرئيسي، خط الطول الرئيسي. طب خط الطول الرئيسي ده ملوش اسم؟ لا عليه اسم طبعا، اسمه خط جرينتش. اسمه خط ايه؟ جرينتش. خط جرينتش ده درجته صفر، ويقسم الكرة الأرضية إلى نصفين شرقي وغربي. بص كده على القلم معايا، بص أهو أهو كده عملت أنا خط جرينتش أهو، وهنا بقى حددت شرق، وهنا في إيه؟ غرب بقى. تمام؟ طيب يبقى خط جرينتش درجته صفر ويقسم الكرة إلى نصفين شرقي وإيه؟ وغربي. أهمية خطوط الطول، إيه بقى فايدتها خطوط الطول؟ زي ما قلنا تحديد المواقع شرق او غرب خط جرينتش. يعني لما مصر تبقى هنا هقول شرق خط جرينتش، لما يبقى في دوله هنا هقول غرب خط جرينتش، وهكذا. تمام؟ وابدا اقول بقى كم خط غرب وكم خط شرق. فهمنا الاهميه. طيب حلو قوي، ايه الاهميه الثانيه؟ تحديد الزمن ومعرفه فروق التوقيت بين الاماكن على سطح الارض، وده هنوضحها بشكل مفصل بعد شويه، اللي هي ايه تحديد الزمن دي وفروق التوقيت. تعال بقى على دوائر العرض. دوائر العرض دي ايه؟ قال لي دوائر افقيه ترسم حول الكره الارضيه وهي غير متساويه الحجم. كده كده كلها وهمي او بالشكل ده. طب ليه غير متساويه الحجم؟ اللي فوق صغيره واللي تحت كبيره واللي في النص اكبر، وهكذا وهكذا. يبقى هي مش متساويه في الحجم. تصغر هذه الدوائر تدريجيا كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا أو جنوبا. أكبر دوائر العرض هي دائرة الاستواء اللي هي في النص دي. هنوضح أكتر أهو،
اللي احنا بنسميه خط الاستواء اللي خدناه في الانجليزي قبل كده برضو، تمام؟ طيب خط الاستواء ده فوق منه خطين مهمين جدا، طبعا احنا علمناه بالاحمر هو علشان يبان، تمام؟ طيب تعد دائرة الاستواء هي دائرة العرض الرئيسية ودرجتها صفر، زي ما قسمنا الكرة الأرضية بخط جرينتش شمالا وجنوبا، هنا بقى هنقسم خط الاستواء. خط الاستواء هيقسم الكرة الأرضية نصفين، النصف الشمالي والنصف الجنوبي. هناك بقى قسمناها النصف الشرقي والنصف الغربي. طيب ادي خط الاستواء زي ما احنا اتفقنا، وادي صفر اهو، صفر اللي هي الدرجة بتاعته صفر، تمام؟ قلنا تقسم الكرة الأرضية لنصفين شمالا وجنوبا، وهنا بقى عندنا حاجة اسمها مدار السرطان اللي هي فوق دي، وهي تقع عند 23.5 درجة شمالا. يعني ايه 23.5 درجة شمالا؟ ما انا خط الاستواء ده لما بيقسم لي الكرة الأرضية نصفين، فعايز مثلا هنفترض ان في دولة هنا، يبقى الدولة دي تقع على كام درجة من خط الاستواء؟ أعد بقى، درجة 2 3 4 5 20 23 ونص، يبقى مدار السرطان على 23 ونص درجة شمالا، تمام؟ تحت منه بقى مين؟ مدار الجدي، ونفس الطريقة 23 ونص درجة جنوبا، يبقى نفس المساحة ما بين مدار الجدي وخط الاستواء هي نفس المساحة ما بين مدار السرطان وخط الاستواء، يبقى نفس العدد 23 ونص درجة جنوبا ومدار السرطان 23 ونص درجة شمالا، تمام؟ طيب ايه بقى أهمية دوائر العرض؟ احنا كانت هناك تحديد الأماكن، وقلنا معرفة فروق التوقيت اللي هي خطوط الطول. دوائر العرض ايه بقى؟ نفس الكلام، تحديد الأماكن شمالا وجنوبا، لكن هتفرق التانية دي بقى، التعرف على أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار، وتقسم الأرض إلى أقاليم مناخية. فايدتها إن هي بتقسم الأرض لأقاليم مناخية، وبعرف بقى الحرارة والبرد والرياح وكده، تمام؟ يبقى هناك دي زيادة عن اللي هناك، لأن هناك كان تحديد أماكن ومعرفة فروق توقيت، دي تحديد أماكن ومعرفة أحوال المناخ عشان أبقى عرفت الفرق بين ده وبين ده، تمام؟ طيب الموقع الفلكي لمصر ده اللي يخصنا في الموضوع، احنا فهمنا يعني ايه موقع فلكي وفهمنا يعني ايه موقع جغرافي. الموقع الفلكي لمصر بقى، انا كده عايز احسب المسافة، مصر كام درجة شمالا وكم درجة جنوبا وكم درجة شرقا وكم درجة غربا، عايز احسبهم بقى. ما احنا قلنا خطوط الطول ودوائر العرض بتفيد لي ان انا بحسب وبعرف المسافات. فقال لي دائرتي عرض 22 الى 31 و36 شمال دائرة الاستواء. عايزين نشوف على الخريطة عشان الامور توضح، تعالوا نشوف. ادي مثلا الخريطة، وادي الشمال، الجزء الشمالي لمصر. قال لي 31 درجة شمالا و36 و22 درجة برضو ايه شمالا، ما احنا كده كده احنا في شمال خط الاستواء، يعني ده مش مصر كلها، ده احنا هنا يعني عايزين نشرح الجزء الشمالي منها بس، تمام؟ فمثلا او ده شمالا، وكمان فوق هنا برضو هنمشي الايه، هنمشي السهم علشان نعرف ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على الجزء الشمالي او شمال دائرة الاستواء، تمام؟ طيب بالنسبة لخطوط الطول بقى اللي هي طالعة ونازلة، يبقى احنا كده كنا بنتكلم عن ايه؟ عن العرض. العرض اهو السهم، لما شفنا السهم كان ماشي كده يبقى ماشي عرض. بالنسبة لخطوط الطول بقى، هي فين من خط جرينتش؟ ما احنا بقى حددنا هي فين من خط الاستواء، قلنا فين من خط الاستواء؟ قلنا دائرتي عرض من 22 ل 31 و36. افهمها لك ازاي؟ هجيب خريطة تاني الأول. هنفترض إن مثلا مصر تقع هنا، مكان كلمة القاهرة اهي، خلينا في القاهرة هنا، خلينا في دي، اعتبر إن القاهرة دي مصر، أنا عارف إن دي كلها مصر، أنا ما بتكلمش عن دي، عايزك تركز معايا. اعتبر إن هي هنا، فالخط ده اللي بعد القاهرة والخط اللي قبليها، هنفترض إن ده 20 وده 40، ده 20 ها وده 40، يبقى مصر هنا ما بين كام وكام؟ ما بين 20 وما بين 40. طب عشان احدد بالظبط كام وكام، قال لي بص من ناحية العرض هتبقى 31 و36 درجة، اما من اللي و22، يعني من 31، من 22 الاول ل 31. طب وبالنسبة لخطوط الطول بقى كده لفوق، قال لي هتبقى من 25 ل 37 شرق خط جرينتش. ادي الخريطة تاني، لو بصينا هنا على الخطوط اهو، مثلا نفس الموضوع، هحسب من 20 ل 40، ومصر واقعة في الاتنين دول من 25 ل 37 شرق خط ايه؟ جرينتش. ادي الارقام هنا اهي، ماشي؟ دي الارقام كلها بدأت من 31 و36 شمالا زي ما اتفقنا، وانتهت هنا لفين بقى؟ ل 22 شمالا. طب بالنسبة لما اجي اقيسها
فوق وتحت. فوق وتحت بقى هلاقيها من بدأت من 37 اهي وانتهت تحت في 25. شوف بقى اهو، شايف اهو، انا همشي كده، همشي كده اهو، من 25 اهو 25 هلاقي تحت كام؟ 37. انا بدور على الاحمر، سيبك من ده، ده خلاص فهمناه اللي هو 31 و36 شمالا و22 شمالا، دول عرفناهم خلاص كده. لكن انا على الصغير ده 25 شرقا، وتحت هنا هلاقيها كام؟ هلاقيها 37، تمام، اللي هي هنا اهي تنزل كده يعني. طيب النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لمصر، إيه النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لمصر؟ قال لي أدى ذلك إلى وقوع معظم الأراضي المصرية ضمن الإقليم الصحراوي، ودي أسئلة بما تفسر بقى، ضمن الإقليم الصحراوي الحار، فيما عدا الأراضي الشمالية على سواحل، يعني كلها مصر هنا يبقى شكلها حار، ما عدا إيه؟ رفح وبورسعيد والإسكندرية، لأن دي السواحل الشمالية، دي موجودة فين؟ على ساحل البحر المتوسط، والهواء بتاعه أو المناخ بتاع البحر المتوسط بيقع عليها، علشان كده هي إيه؟ تقع ضمن الإقليم المعتدل وليس الحار زي باقي إيه؟ باقي مصر والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وكده. تمام؟ طيب، ده صورة كتاب المدرسة. وده الدرس الأول اللي بيتكلم عن موقع بلدي وبيقول لي التكامل بين المواد، وهنا بيلعب على مادة الرياضيات. ليه بقى بيلعب على مادة الرياضيات؟ لأنه هو عاوزني أحسب فروق التوقيت اللي احنا قلنا هنوضحها بعد شوية. ففروق التوقيت هنا بيقول لي إيه؟ فكر وأجب بنفسك. تدور الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة كل 24 ساعة، يبقى الأرض بتدور حول الشمس كام؟ مرة كل يوم، مرة كل يوم، من الغرب إلى الشرق، ولذلك تشرق الشمس على الأماكن الواقعة شرق خط جرينتش. الشمس تشرق على الأماكن اللي هي شرق خط جرينتش قبل الأماكن الواقعة على غرب خط جرينتش، ما بتطلع في الشرق الأول. ويبلغ فرق التوقيت بين كل خط طول وآخر 4 دقائق. يبقى احنا لو رجعنا لموضوع خط جرينتش مرة أخرى، هرجع لك أهو وركز معايا أهو، هرجع تاني. أنا هنا في دوائر العرض، هرجع لخطوط الطول أهو. هنا بقى في شرق أهو وفي غرب، وادي خط جرينتش قسم الكرة لنصين. الخطوط دي بينها وبين أخوها، كل خط بينه وبين أخوه 4 دقايق. فأنا عايز أعرف فرق التوقيت شرق وفرق التوقيت غرب. دايما كانوا بيقولوا لنا وإحنا صغيرين إحنا عندنا في مصر الصبح، أمريكا بقى عندهم بالليل دلوقتي. طب ده حصل إزاي؟ من اللي إحنا بنقول عليه ده، من فروق التوقيت، إن بين كل خط والتاني 4 دقايق. لو جينا بصينا مثلا على الخريطة اللي إحنا وضعناها دلوقتي، هنلاقي فوق هنا بيقول لي إيه؟ اتنين، لو بدأناها من تحت هنا 24 شمالا، طب ضيف عليها كمان 4 في الخط التاني يبقى 28، ضيف كمان 4 32، يبقى بين كل خط والتاني ايه؟ 4 دقايق. طب تعال على خطوط الطول بقى اهي، ها 28 شرقا، 32 شرقا، 36، يبقى ايه؟ يبقى انت ماشي بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها، ان 4 دقايق عند كل ايه؟ عند كل خط. اداني مثال فبيقول لي إذا عرفت إن الساعة في مدينة لندن تقع 10 صباحا، طبعا لندن الواقع على خط جرينتش، فكم تكون الساعة في المدن الموضحة على الخريطة؟ مثال لحساب الزمن في مدينة الإسكندرية شرقا تقريبا، نتبع الخطوات التالية. أول حاجة معايا دوائر العرض، تمام. طيب تعال بقى بص معايا هنا، هنعتبر إن الدنيا ليل، حلو كده، أهو ليل، أهو شايفينه قدامنا ليل، وادي الشمس اشرقت هنا. ايه بقى اللي هتشرق عليه الشمس الاول، الجنب الشرقي ده ولا الجنب الغربي؟ طبيعي انها هتشرق على الجنب الشرقي بالشكل ده، يبقى اللي اشرقت هنا قبل الاخر هنا، صح؟ طيب حلو قوي. هعمل انا بقى خطوط طول مثلا اهو، ادي خط اهو وادي خط اهو، بين الخط ده والخط ده فرق توقيت قد ايه؟ لو قرينا تحت 32 وهنا 28، يبقى 4 دقايق، يبقى كون بين كل خط وخط 4 دقائق، تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى مثلا مدينة لندن اللي هو بيقول لي هنا ايه؟ هنا بقى على ايه؟ على خريطة أوروبا كلها، وأشوف لندن فيها. فإحنا هنا عايزين نحسب فروق التوقيت زي ما هو بيقول، هو بيقول لي إيه دلوقتي؟ إذا عرفت إن الساعة في لندن 10 الصبح،
فهتبقى كام الساعة في مدينة الإسكندرية؟ يعني هي في لندن دلوقتي 10، في الإسكندرية هتبقى الساعة كام؟ هتقول لي 10 برضه، هقول لك غلط. ليه؟ لأن الشمس ما بتشرقش في توقيت واحد على المدينتين، الشمس بتشرق الأول على الجزء الشرقي بعدين على الجزء الغربي، فإحنا بنقيس الوقت بشروق الشمس. فهنا بقى عايزين نعرف، فقال لي تعالى نعرف الخطوات اللي هنشتغل عليها. في الأول أدي مثلا نعتبر إن دي مدينة لندن، حلو كده؟ وقع على خط جرينتش أهو اللي قسم الكرة الأرضية لنصفين. طيب وادي الاسكندريه، يعني هنا لندن وهنا الاسكندريه، عايز اعرف الساعه كام هنا والساعه كام هنا. الساعه في لندن هو اديها لي، قال لي الساعه 10. الساعه كام؟ 10. انا بقى عايز احسب كم خط طول هنا عشان اعرف الساعه كام في الاسكندريه، تمام؟ طيب هحسب ازاي؟ تعال اقول لك. في الاول انا هشوف الخط ده كام، يعني الاسكندريه واقعه على خط رقم كام؟ قال لي تقع على الخط رقم 30. الاسكندرية تقع على خط رقم كام؟ 30 درجة شرقا، تمام؟ طيب حلو قوي. تعالوا بقى نشوف ايه عدد خطوط الطول. قال لي 30 ناقص 0 يساوي 30 خط طول. هو هنا بيعمل تكامل بين الرياضيات. طب انا مش فاهم الحتة دي، هقول لك. احنا قلنا الاسكندرية تقع على خط كام؟ 30. حلو قوي. طيب خط جرينتش ده كام درجته؟ صفر. صفر. يبقى انا كده مش هنقص حاجة، 30 زي ما ده لان ده صفر. ما انا عايز اعرف من هنا لهنا، ولندن واقع على خط جرينتش، يبقى كده ايه؟ مش فارق معايا اعرف لان ده صفر. فانا كده 30 ناقص كام على ما اوصل لخط جرينتش؟ مفيش، ما هو صفر. يبقى اذا 30 خط طول. يبقى انا من لندن للاسكندريه كام خط طول؟ 30. من لندن للاسكندريه كام خط طول؟ 30. حلو كده؟ خلاص تمام، حلو قوي. تعالى بقى هنعرف فرق الزمن، هنعرفه ازاي؟ هنقول مثلا احنا قلنا الخط والخط كام دقيقة؟ 4 دقايق. يبقى هنقول 30 في 4، يعني 4 تلاتينات. 4 تلاتينات 30 و30 60، وكمان 30 يبقى 90، و30 الرابعة يبقى 120. ولو قلناها من الرياضة، ها 3 في 4 ب 12، والصفر ينزل يبقى 120 دقيقة، تمام؟ يبقى كده اللي بين الاسكندرية ولندن كام؟ 120 دقيقة. عرفتها ازاي؟ عرفتها من عدد الخطوط يا اخوانا. اهو في 30 خط، ال 30 الخط في 4 ب 120 دقيقة، يبقى الفرق بيننا وبين لندن كام؟ 120 دقيقة. طب عايزين نعرفها، عايزين نعرف الساعة كام؟ نحول الدقايق لساعات. نحول الدقايق لإيه؟ لساعات. أنا عندي ال 120 دقيقة على إيه؟ على ال 60، هتساوي كام ساعة؟ هتساوي ساعتين، 2 ساعة أهو. يبقى إذا الفرق كام؟ ها الزمن في الإسكندرية هيقول لي 2 زائد 10 يساوي 12 ظهرا. يعني لو كانت الساعة 10 هنا يبقى هنا 12، لأن الفرق بين لندن والإسكندرية ساعتين. يبقى إذا الساعة كام في لندن؟ 10. أقول أه يبقى في الإسكندرية دلوقتي 12. فهمتوها؟ طب الساعة دلوقتي في الإسكندرية مثلا 12، خلاص يبقى في لندن تبقى 10، تقل لي ساعتين. فهمتوها؟ يبقى احنا ايه؟ بنعمل خطوات علشان نعرف. أول حاجة بشوف فرق كام خط وأضرب الخط في 4، وبعدين أقسم على عدد الساعات عشان أعرف كام ساعة، عشان ما أنا كده عرفت كام دقيقة من عدد الخطوط، عرفت كام دقيقة. هنا بقى عرفت كام ايه؟ عرفت كام دقيقة، أقسمها على عدد الساعات، وكده أبقى وصلت للي أنا عايزه. لما نيجي نطبق حل على الكلام ده، بيقول لي أول حاجة صح وغلط، تدور الأرض حول نفسها مرة كل يومين. غلط، هي كل يوم واحد وليس يومين. المدة الزمنية بين كل خط طول هي 4 دقائق، دي طبعا إجابة صحيحة. يقسم خط جرينتش الأرض إلى نصفين، شمالي وجنوبي، طبعا غلط لأنها شرقي وغربي. جرينتش شرق وغرب، لكن دائرة الاستواء للشمال وجنوبي. تشرق الشمس على الأماكن الواقعة شرق أولا، طبعا أيوة الشرق أولا وبعدين الباقي. نستفيد بدائرة الاستواء ودوائر العرض في تحديد الزمن. هنقول له التعريف كده خطأ، لأن احنا تحديد الزمن ربطناه بإيه؟ ربطناه بخطوط الطول فقط وليس دوائر العرض. يبقى بنحددها بالطول وليس العرض. ساعد موقع مصر المتميز على قيام الحضارة المصرية القديمة، إجابة صحيحة. يصعب تحديد الأماكن بدون خطوط الطول ودوائر العرض، إجابة صحيحة، لأن بدونهم هنصعب نحدد الأماكن. تعال بقى نختار الإجابة الصحيحة. تقع مصر في نقط قارة أفريقيا، شمال شرق، جنوب غرب، شمال غرب، جنوب شرق. طبعا احنا قلنا من سنة رابعة لو انتوا فاكرين، شين شين، يعني هناخد شمال شرق.
تطل من على كذا من جهة الشرق. طبعا بحر ايه بقى اللي هو يطل على مصر من جهة الشرق؟ طبعا البحر الاحمر. اما الشمال المتوسط والاسود ده مش معانا خالص. الفرق بين كل خط طول وخط اخر كام في الوقت بقى؟ 4 دقائق، صح؟ يبقى هناخد 4 دقيقة. يقسم خط جرينيتش الارض الى جرينيتش بقى بيقسمها لكام حاجة بقى؟ شمالي وجنوبي ولا شمالي وشرقي ولا شرقي وغربي؟ جرينيتش يبقى ايه؟ شرق وغرب. ساعد كذا مصر على قيام الحضارة المصرية القديمة؟ طبعا اللي ساعد مصر على قيام الحضارة المصرية هو موقعها المتميز، يبقى هنقول له موقع ايه؟ موقع مصر. ثواني، هي دي ما كانتش باينة، هننزل لها كده عشان تبان. ايوه كده ظهرت هنا بقى. قلنا جرينتش الى شرقي وغربي، وطبعا هنا ساعد نقط على مصر على قيام الحضارة المصرية القديمة موقع مصر. تمام، باقي الأسئلة هنسيبها في الامتحان الإلكتروني اللي أسفل الفيديو، ودي مذكرة جميلة جدا فيها أسئلة وإجابات على اللي احنا شرحناه، هنسيبها برضو في رابط أسفل الفيديو. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.